مرحبا، بتمنى تكونوا كتير منيح. انتو عم بتشوفوا هيدا الفيديو اليوم. الوصفة على قد ما هي سهلة على قد ما هي كتير صعبة بالنسبة لكتير ناس جربتها وحاولت مرة اتنين تلاتة وكتير مرات وما زبطت معها، بس انا بوعدكم هيدي الوصفة حتزبط معكم كتير 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 بكل ثقة، ان شاء الله حتزبط معكم. شو هي الوصفة؟ هي راس جوز الهند، صراحة يعني كتير طيبة، مكرونة جيل الطيبين، يعني جيلي وجيلكم وجيل كل الناس اللي عاشت في فترة كتير حلوة. ويا رب انه يعجبكم الفيديو، وبتمنى تكفوه للأخير وبس. المقادير هي 4 ظلال بيض او 80 جرام اذا كان عندكم ميزان، وبدنا كوب سكر عادي، وبدنا كوبين جوز الهند. هيدي هي المقادير الأساسية. برش الحامض بدنا ملعقة، وأكيد ما بدنا ننسى الفانيلا. هلأ بدنا نخفق زلال البيض، طبعا لازم يكون عندكم خفاقة كهربائية، لازم نخفقها كتير كتير منيح ليطلع عنا هيدا القوام الكريمي. إذا ما طلع معكم هيك يعني أكيد في شي هربان من الصفار مع البيض. ومنضيف السكر تدريجيا حتى نتأكد انه عم يدوب ويتماسك مع البيض. ومنضيف ملعقة كبيرة من برش الحامض، وإذا كان عندكم مربى المشمش فيكم تضيفوا كمان ملعقة صغيرة بتعطيها نكهة كتير طيبة، والفانيلا ملعقة كمان وسط. ومنخفقن كتير منيح، منتأكد انه كله جانس مع بعضه. هلا بدنا نضيف جوز الهند. طريقة خلط جوز الهند مع المزيج لازم تكون من تحت لفوق، يعني مثل طريقة المكرون الأصلية اللي إسا ما عملناها بفيديوهات، إن شاء الله منعملها مع الأيام، بتكون بهالطريقة من تحت لفوق. هلأ بدنا ننتقل لمرحلة تسخين البيض. في عندكم طريقتين، طريقة المقلي دغري مباشرة على الغاز حرارة كتير خفيفة، وفيكم تحطوها طريقة البان ماري مثل ما شفتوا على أصغر راس والحرارة كتير واطية، ومنحط المزيج ومنبلش كمان تقليب على الجوانب ومنتأكد انه ما يلزق. وبدنا نضيف ملعقة من الزبدة. نحنا ما بدنا ينطبخ معنا البيض، نحنا بدنا نسخنه. كيف منعرف انه لازم بقى نشيله عن النار؟ وبدنا نقيس الحرارة بأصبعنا، مجرد ما نحس انه دفيت منطفي عليها الحرارة ومنتركها على جنب لتبرد، ومنبلش تقسيم على ورق الزبدة او دهن زبدة. فيكن تحطوها بكيس حلواني، فيكن تقطعوها بالملعقة، فيكن بإيدكم، بس كتير صعبة ولازم تدهنوا إيديكم زبدة. تقريبا بتعطيكم 15 حبة. وبدنا ندخلها على الفرن لدرجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة من تحت وخمس دقايق من فوق لتعطينا اللون الذهبي مثل ما نكون شايفين. وأكيد ما بتندقر ساخنة أبدا، منتركها لتبرد. وهيك طلعت من الفرن، حسمعكم القرشة تبعها من فوق، ومن جوا كتير طرية كمان حورجيكم. صراحة كتير طيبة، وبتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي تحت بالكومنت اذا حبيتوها. واذا جربتوها اكيد اكيد مش حانسى اني اقلكم صحة ومية هنا. لهون بنكون خلصنا الفيديو لليوم، يا رب يكون كتير انه عجبكم واستفدت، واذا حبيتوا ما تنسوا لي اللايك واعطوني فكرة للفيديو اللي جاي. انا متكلة عليكم، انا ايمان بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.